اتفضل. شيخ، انا كنت في زياره لشيخ حبيبي كده في بلد تانية، وانا راجع المباحث وقفتنا عشان احنا كان معانا كتب ليه يعني وكده، ماشي. فاضطريت ان انا يعني هم لو عرفوا ان انا كنت عند الشيخ ده هياخدوني، فانا اضطريت ان انا مثلا اقول انا كنت عند واحد صاحبي في الجيش، هل علي اسم؟ انت بتقول اللي ما سمعتش، اسمع ماشي، لا اخشى تكون جاي من عندنا ولا حاجه. مش عايزين نقول كده. لا مش ياخدوك ولا حاجه زقت. ماشي، يعني انا اقول لك اطمئن، يعني الحمد لله لسنا يعني بالارهابيين ولا بالشذاذ، ولا احنا في جماعه من الجماعات ولا حزب من الاحزاب، هم بس يطمئنون عليك فقط. اما الحمد لله، يعني الحمد لله الحمد لله، غايتنا نتعلم كتاب الله ونتعلم سنة رسول الله ونعلمها الناس، هذا موضوعنا باختصار. يا شيخ ما هو المشكلة إن الناس مش عارفة الكلام ده. ماشي، لكن هم المباحث عارفين. اطمئن، طيب هل سؤال تاني بس؟ تفضل. أضحك الله في سنك يا الله شيخ. يكرمك.